الفقرة دي هنتكلم أو هتبقى تحت عنوان حكايتي مع الأهلي، ويعني هنعرف فيها دور الأندية في العالم كله في حياة بعض الأشخاص، لكن في الحلقة بقى والنهاردة تحديدا هنقول دور النادي الأهلي وصاحب الحكاية، مش بس حتى يعني شخصية كبيرة ومش محبوبة، لا هي شخصية كبيرة جدا، إذاعي كبير ولكن محبوب كمان جدا على المستوى الشخصي، وأنا كان ليا يعني سابقة عمل معاه قبل كده، ويمكن كريم كمان وناس كتير جدا أكيد من اللي هيتابعونا، الإذاعي الكبير الأستاذ ماهر عبد العزيز رئيس راديو مصر السابق. صباح الفل يا أستاذ ماهر. صباح الخير، ربنا يخليك. منور الدنيا يا استاذنا كريم، سعداء جدا. احنا الاثنين اشتغلنا قبل كده تحت قياده حضرتك. انا اللي اتشرفت ان انا اشتغلت معاك. شرف لينا احنا سواء في راديو النيل او في راديو مصر. في راديو مصر وكنت بقول كمان من شويه ان طالما هنحكي حكايه فمن حسن حظ الجميع ان اللي هيحكي الحكايه دي هو حضرتك، وحضرتك واحد من امهر الحكائين على الاطلاق. ربنا يخليك. عايزين نعرف من حضرتك مبدئيا كده فكره، ان قبل ما ندخل حتى في تفاصيل الحكايه استاذنك نهاوند قالت في المقدمة يعني حاجة مهمة جدا، فكرة ان النادي رياضي يأثر في حياة شخص. لما يكون الشخص ده منتمي للنادي فبيبقى المنطق حاضر، لكن لما يكون نادي رياضي كبير بيأثر في حياة شخص غير منتمي دي، هنا بقى لازم نعمل وقفة يا استاذ. لا ما هو احنا لازم نتفق على حاجة، انك لازم في حياتك ترجع الفضل لأهله، ده ملوش علاقة بالانتماءات. حد له فضل عليك بعد ربنا سبحانه وتعالى لازم تقول ان فلان ده صاحب فضل، يبقى شخص يبقى كيان يبقى اي حاجه بقى. فهي الحقيقه فعلا ان النادي الاهلي كنادي رياضي كبير وككيان مجتمعي مهم كان له فضل عليا وعلى زمايلي في موضوع الكتب. وانا بكل صراحه انا بكلمك بقى بمنتهى الامانه دلوقتي، انا كنت من زمان فاهم الكتب دي في الكليه. طب احنا بقى يعني طالما قلنا كلمه الكتب لازم نفسر الحكايه. انا هقول لك بقى فانا لقيت الكتب دي قريب وانا بوضب الشقه كده، لقيت الكتب دي موجوده، قلت الكتب دي لازم تروح الكليه ولازم اقول للناس حكايتها وحكايه النادي الاهلي علشان الناس تعرف. حلو. انا دخلت الكليه سنه 79 كليه اللغات والترجمه جامعه الازهر الشريف، وليا الشرف ان انا ثانويه ازهريه وجامعه الازهر. بدرس لغة اسمها اللغة السواحيلي أو اللغة السواحلية، هي اللغة الرئيسية في شرق أفريقيا والستة في الأمم المتحدة، ولغة يعني لغة بيسموها اللغات المليونية، يعني ملايين البشر بتتكلمها. لكن ما فيش لها هنا في القسم اللي أنا بدرس فيه كتب، وهم كانوا ثلاث معيدين اللي كانوا بيدرسونا، طبعا هم دلوقتي من عظام الأساتذة يعني، والدكاترة اللي كانوا وقتها بره لسه ما جوش، ودول برضو من اعظم الاساتذه والدكاتره في اللغه الصحيحه الان، مش في مصر ولا في افريقيا، لا في العالم كله يعني. جميل. فهم ثلاث معيدين، الدكتور عبد الهادي حامد مرزوق، الدكتور محمد طلبه، الدكتور محمد مرعي، وكان في متحدثين من ابناء المنطقه بيدرسونا السواحيل، لكن ما فيش كتاب. طب بتدرسوا ازاي من غير كتاب؟ بندرس بحاجه اسمها الاستنسل، الاله الكاتبه. Okay. ويكتبوا على ورق اسمه ستنسل كده يعمل تخريم بالبتاع. شفت بقى انت فضحتيني ازاي؟ وبعدين تحطه على مكنه وتلف يطبع يطلع لك البتاع مطبوع، حاجه كده طبعا بدائيه جدا يعني. دي بقى مذكره قواعد اللغه، دي مذكره المحادثه، دي مذكره مش عارف ايه، هي ورق ابيض كده انت مكتوب. كان في للامانه كتابين موجودين في السوق في مكتبات وسط البلد، مجموعه تيتشر سيلف دي بتعلم نفسك كل حاجه، من ضمنها تيتشر سيلف سواهيل، ومجموعه فور ترافل، دويتش فور ترافل، سبانيش فور ترافل، سواهيلي فور ترافل. دي جمل بقى، انا اريد اذهب الى المطار، انا اريد ان اكل، انا كده. لكن كتاب تعليم، كتاب لغه، كتاب قصه، روايه، جورنان، ما فيش. في يوم بالليل انا بذاكر سنه 80 تقريبا او 81 عشان بس الذاكره ما خانتنيش يعني، جبت الجمهوريه بالليل وقبل ما اذاكر قاعد اقرا، فلقيت الصفحه الرئيسيه في الجمهوريه العنوان الرئيسي بتاعها الاهلي يلتقي مع يانج افريكانز في تنزانيا في بطوله افريقيا. طب ما هي تنزانيا دي معقل اللغه السواحليه، اللغه الرسمي في البلد، واكيد فيها كتب وفيها كل حاجه. طب هو الاهلي يرضوا يجيبوا لنا كتب؟ حجر. سحبت ورقه، مفيش بقى ايميلات بقى ولا واتساب ولا واتساب ولا احنا بنشتغل بالجواب والبوسطه وطبعا وثلاث تعريفه ده. ايوه قرش ونص تعريف ثلاث تعريف وبعت الجواب، كتبت الجواب
باسم الشخص اللي جاي رئيس بعثة، السيد العميد مبروك متولي. علمت بعد كده من ابنه، ودي من اسعد الحاجات اللي انا تواصلت مع الباشمهندس وليد، هو طبعا سيادة اللواء توفى ربنا يرحمه ويغفر له، بعت له جواب قلت له انا فلان الفلاني وابويا فلان عشان الامان بقى، واحد بيعرفنيش يعني، وابويا فلان وبيشتغل كذا ورقم بطاقتي كذا وانا بدرس اللغه السواحيلي في جامعه الازهر، واحنا ما عندناش كتب وما عندناش مش عارف ايه، حكيت له الحكايه عشان يعني اصعب عليه، ويا ريت تجيبوا لنا كتب وجرايد ومجلات وشرايط كاسيت، او لا انا ما قلتش شرايط، هو اللي جاب الشرايط. فالمهم حذفت الجواب في البريد بالليل. بس ممكن اسال قبل بقى يعني الخطوه اللي لحقت الجواب اللي حضرتك بعته، اشمعنى فكرت تحديدا انك تبعت لي يعني سياده العميد متولي مبروك مبروك متولي والفكره دي يعني انا بعت له هو ليه جات لك؟ بعت له هو عشان هو رئيس البعثه، انا ما اعرفش حد خالص. انا طالب في الجامعه ماليش علاقه باي حد، انا قلت مين رئيس البعثه؟ انا مش هبعت للعيب انا ما اعرفهمش، انا قلت ايه ده رئيس البعثه، وحسيت ان ممكن فعلا ما يعني كان عندي احساس. طب حلو، وحذفت الجواب. بعد ما راحوا لعبوا ورجعوا بيومين التليفون ضرب في البيت برضه، مفيش موبايلات مفيش اي حاجه، احنا بنتكلم في الضلمه. الو السلام عليكم، انا فلان الفلاني، فين فلان؟ انا فلان. طب تعالى خد كتبك. كتب ايه؟ انت مش بعت قلت عايز كتب؟ قلت له اه. قال طب يلا تعالى في النادي الاهلي، كان الجزيره طبعا بس اه طبعا. ورحت خدت من ابويا فلوس، عايز اقول لك كانوا 30 جنيه بس اللي اداهم لي ابويا ساعتها، بس ده كان مبلغ كبير جدا يعني. طبعا نتكلم على ثلاثه تعريفه، ف 30 جنيه ده رقم. بص بقى بص بقى بص الهواندي مش كتفاني ازاي، انا احب التفاصيل، انا احب التفاصيل. المهم وحصل ايه بعد كده؟ رحت بقى لقيت ايه، حبه كتب، هم 27 كتاب بالتحديد يعني. اوكي. وجرايد ومجلات وشرايط كاسيت، يعني حتى فوق المطلوب. اه يعني جاب الشرايط دي هو يعني الله يرحمه هو اللي جابها يعني. يا نهار ابيض، هم ال 30 جنيه هيكفوا؟ لا ال 30 جنيه هيكفوا؟ اه حضرتك فاكر انك هتدفع؟ انا معرفش. اوكي. فانا بقى قمت متشكر جدا يا فندم، كتر خيرك ربنا يخليك. وكام حسبنا كام يا فندم؟ طبعا انا متشكر جدا، بس قال لي بس في ايه؟ خد كتبك وروح. جميل جميل يا فندم. قال لي يا ابني انتوا بتتعلموا لغات افريقيه، احنا اللي هنحتاجكم بعد كده، ما احنا بنلعب في افريقيا كل سنه، احنا اللي هنحتاج لكم. جميل الله يرحمه. خد كتبك. شيء محترم جدا. وخدت الكتب وروحت. انا بقى اول مره في حياتي اشوف كتاب باللغه السواحليه. ده بقى ايه؟ امثله شعبيه، قصه، ادب، قواعد لغه. احنا كنا بناخد زمان في المدرسه عادل وسعاد، هم بياخدوا هناك جمعه وروز. عادل وسعاد. احنا كنا بناخد عادل وسعاد وعمرو و عمرو ومها عمر وسلمى. عمر وسلمى. لا عمر وسلمى ده فيلم. لا ده فيلم صحيح. انت مثلت في المهم اي اتنين مع بعض بيجوا مع بعض اي حاجه خلاص معايا دلوقتي. طب يا فندم بعد اللفته الحلوه دي مش كنت تبقى اهلاوي بقى؟ لا. يعني مستني ايه اكتر من كده؟ لا طبعا كل الناس قالت لي كده، والناس دخلت عليا على مكتبه حكايه على الفيس، الناس كلها قالت لي لا انا زملكاوي. انا بحب الزمالك، ما فيهاش ملهاش علاقه خالص ده انك يعني تعترف بفضل حد تاني. ده مش طبعا، ده حد ذاته شيء محترم، ده دور مجتمعي مهم. طبعا يا فندم والله ما في حاجه صعبه تضحكني. انا مش هبقى اهلاوي خد بالك يعني، انا شكرت النادي الاهلي على دوره وده كان مهم. صحيح. انا عايز اقول لك بقى ان يعني بعدها شفت يعني احنا دلوقتي ممكن اجيب الموبايل بتاعي اكتب انا وانت واحنا قاعدين اريد تعلم اللغه السواحليه، هيجي واحد يقعد معانا يعلمنا سواحلي دلوقتي. خلاص الوضع بقى مختلف طبعا، الدنيا اختلفت. طبعا طبعا. لكن تفضل الاشياء احلاها. انا شفت كتب سواحلي بقى، الدكتور محمد ابراهيم ربنا يديله الصحه والعافيه، وهو راجع من لندن وادى مكتبته هديه للكليه. يوم ما رحت يوم الاحد الكليه شفت مكتبته هديه. زميلي ودفعتي الدكتور عبد الحي سالم، وده كان رئيس القسم بعد كده، مدي مكتبته هديه للكليه. الدكتور ايمن الاعصر وهو وكيل الكليه دلوقتي برضه، ده خريج القسم، ده كان بعد كذا دفعه، اما راح اشتغل في نيروبي في جامعه نيروبي كان جايب 70 كيلو كتب للكليه. الكليه بقت مليانه كتب في كل افرع العلم. لكن اجمل اشياء يا عم كريم؟ صح، اولها طبعا، أولها طبعا. وحضرتك عملت نفس الشيء برضو مؤخرا واهديت الكتب، رحت وديته. انا كنت فاهم ان هم هناك اصلا. ايوه فانا خدتهم طبعا ورحت، دول مكانهم هنا، الناس تعلم والناس ممكن يكون مش محتاجين لهم ما اعرفش، لكن انا شفت ان الضروري ان انا
اشكر فضل النادي الاهلي وسياده العميد او سياده اللواء مبروك متولي رحمه الله عليه، الله يرحمه. اشكر كليتي اللي اتعلمت فيها، اللي انا اشتغلت في الاذاعه بالسواحيل، انا عملت كل حاجه في حياتي بالسواحيل. انا قابلت، طب ما تقول لنا حاجه بالسواحيل يا استاذ ماهر عشان برضو الناس تبقى يعني جمله. بحب الاهلي مثلا. ميمي لبندا زمالك. انا بحب الزمالك. لا بس حضرتك بتحب الاهلي برضه. ميمي لبندا زمالك لكني ميمي نجوى معروف يا اهلي. طب ده شيء محترم من حضرتك جدا. ميمي نجوى انا اعرف معروف الاهلي. اوكي. افضل خد بالك لغه فيها 40% من الكلمات عربي. بس حضرتك بتقول اشتغلت في الاذاعه بس باللغه السواحيلي. انا اشتغلت في الاول دي اذاعات موجهه ولا موجهه. اشتغلت في قسم الاذاعات في الاداره العامه لافريقيا اللغه قسم السواحيلي ده موجه لشرق افريقيا، قعدت فيه من 86 ل 89 بعد رحت مذيع عربي بعد كده. جميل. طب الذكريات لسه ما خلصتش، ورغم برضو ان حضرتك زملكاوي لكن تحدثت ان احسن خمس دقائق كانوا في حياتي. ايوه في يعني ده كان اعتراف من الاستاذ ماهر. طبعا. قال احسن خمس دقائق في حياتي كانوا لما الاهلي فاز على الصفاقسي، ده كان عام 2006 2006 بالظبط 11 نوفمبر 2006. فاشمعنى بقى؟ اشمعنى؟ لان انا في تونس، تونس دي بلد انا بحبها جدا واشتغلت معاهم وكل حاجه، لكن في النهايه في نادي مصري بيلعب في تونس، فلازم هشجع النادي المصري اللي هو اللي انا بشجعه بلدي يعني. الكابتن طارق ابو زيد شاهد على الواقعه دي، لان هو اللي كان معايا بالليل لما قعدنا على قهوه في شوارع تونس، وكان معانا واحد من قناه اللي هو اللي كانوا بيشتغلوا فيها اسمه الكابتن خالد، هو التونسي راجل مش فاكر اسمه خالد ايه يعني. البلد كانت حاله يعني فرحة عارمة، الكاس رجع، الكاس تونسي خلاص صفاقسي، هما متعادلين 1-1 هنا، هناك بقى خلاص هما في بلدهم يعني. استاد رادس ما كانش فيه رجل، انا رحت الاستاد انا والكابتن ميمي الشربين والكابتن خالد الغندور والكابتن واستاذ جمال نور الدين الصحفي في الاذاعه والتلفزيون، واستاذ ضاحي مذيع الشباب الرياضي اللي هيغطي شباب الرياضه، ومجدي كامل زميلنا مجدي كامل هو اصلا مذيع من الشرق الاوسط طبعا، لكن هو المنتج للفقره الرياضيه في شباب الرياضه، مش فاكر الفقره اسمها ايه يعني. فاحنا رايحين شايفين البلد عامله ازاي، هو خلاص هو الكاس تونسي. انا قلت في الحكايه اللي كتبتها ان انا طلعت هوا مع الكابتن طاهر ابو زيد بساله عن الماتش والاجواء، فهو في الاخر قال لي انا عايز اقول حاجه قبل ما نختم، الكاس راجع مصر. قلت له بامره ايه؟ انت ما انت شايف اللي احنا شايفينه. قال لي هو ده اللي هيرجع كاس مصر، الضغط اللي على اللعيبه ده يرجع كاس مصر. عايز اقول لك ان اي لعيب في الاهلي امبارح حط راسه على المخده بالليل نام، لان عنده بطولات وشاله بطولات وهيعمل دولاب جديد عشان يحط فيه الكاس ده. انما اخواتنا في الصفاقسي متعطشين، اللعيبه ما ناموش طول الليل، كل واحد بيحلم وبيتخيل هيشيل الكاس ازاي قدام الكاميرات، وده هيشتت تفكيرهم. بعدين هم هيفصلوا دولاب جديد عشان يحطوا فيه اول كاس. ده ضغط نفسي. قال لي والله انا فاكر ان هو قال لي انا هكلمك بنفسيه واحد لبس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا لا مش اي واحد. وطاهر ابو زيد. طبعا. هو على فكره زميلي في شبرا الاعداديه وساكن جنبي دلوقتي، احنا جيران يعني. من الشخصيات المحترمه. جميل. فالشبراويه كلهم جدعان يا كريم. اجدع ناس. اجدع ناس. اجدع ناس. ما ينفعش تكون حضرتك موجود معانا يا استاذ ماهر وما نتكلمش معاك عن سحر الاذاعه نفسها. طب استنى بس اقول لك هكمل لك. اتفضل. فروحنا الماتش. الشيء الملفت للنظر طبعا وده كان مش صح، اللي هو اول بانر كبير اتفرد على المدرج اللي ورا الجون يمين، صوره ابو تريكه لابس فرعوني وركع على الارض بيسلم الكاس للسباكس. صوره مستفزه يعني. طبعا. تضايقك طبعا. او على الاقل تنرفزك يعني. ابتدى الماتش 0-0-0-0-0-0-0-0 الدقيقه 90 بقى خدوا الكاس. الشماريخ ولعت، الدنيا ولعت بقى خلاص خلاص خلاص. فاكرين اليوم ده ما خدوا الكاس خلاص. انا كنت قاعد في المدرج بتاع الاعلام، وتحت المدرج اللي تحت الكابتن ميمي الشربيني بيذيع للشباب والرياضه، والكابتن خالد الغندور قاعد جنبه ماسك له الموبايل كده عشان بينقل على الموبايل. اوكي. وقاعد جنبي بقى صديق ضاحي وزميلتنا من قناه الدير الرياضه ومش عارف، انا خلاص مش هتفرج بقى، هتفرج على ايه؟ فانا عامل كده وبسمع الكابتن ميمي الشربيني، انا مش باصص الملعب خالص. اوكي. فمره واحده هو بيقول ايه بقى؟ وعلى فكره استاذ عمار الشريعي اتصل بيه بالليل وحكى له، قال له انت كنت رهيب وانت بتقول
هو لو تركه يفوق، هو لو تركه يبقى جون جون، وبدا يصرخ. فانت قاعد في ملعب مفيش اعاده قدامك، فانا طبعا بدات انتبه وادور. الحاجه و70 الف يا عم كريم سكتوا اه طبعا، وال500 بس اللي طالعين طبعا طبعا، مولعين الدنيا بقى في الاستاد. ما دي من الماتشات اللي ما تتنسيش الحقيقه. وفي نفس اللحظه التليفون بيضرب، فانا برد ايوه يا استاذ مهدي انت في تونس، انا داليا رفعت، يلا دي زميلتي في استوديو مراسلين في الاذاعه، يلا 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 انت على الهوا. الماتش شغال، انا كنت بتكلم وانا شايف عصام الحضري بيشيل بايديه ورجليه، يعني الهجوم كله كان ضاغط، فاضل دقيقه تقريبا او دقيقه ونص، حاجه مرعبه. اه طبعا اه طبعا، وصفر الحكم وانا على الهوا، عايزني ما افرحش ليه؟ طبعا زملكاوي مين يا عم؟ اتحاد ايه؟ اسماعيلي ايه؟ مصري صحيح. إيه؟ صحيح. انا مصري بشجع صحيح. النادي اللي رافع علم بلدي، هي دي الروح، هي دي الروح صح. طبعا طبعا، والتوانسه حبايبي واصحابي واصدقائي، لكن كل واحد هنا دلوقتي عايز يرفع علم بلد صحيح. فعشان كده انا قلت والخمس دقايق بتوع يوم ما وصلنا كاس العالم، اذاعه شعبي لما كنت في نجوء في راديو النيل طلبوني، عملت خمس دقايق تحفه. اقول لك حاجه بقى كمان، ايوه، يوم ما مجدي عبد الغني جاب الجون في هولندا والناس نزلت الشارع بالليل تقول جوهري جوهري، انا نزلت سجلت عشان اجيها في الاذاعات الموجهه تاني يوم، حاله من الفرحه. بلد طبعا. بلد بلدك مصر، انت فرحان، انت منتصر بس صحيح. عشان كده يبقى اجمل خمس دقائق اذاعه يعني. وليهم باك جراوند يعني. لا في اذاعه شعبي وعدوني، وعدوني في اذاعه شعبي لما نوصل تاني كاس العالم هيطلبوني تاني. اه طبعا، دي اقل حاجه. طيب احنا قدامنا دقيقتين زي ما بلغونا للاسف، وانا حاني بقى مع السؤال بتاع كريم، اكيد لا يمكن حضرتك تكون معانا وما نتكلمش عن الاذاعه المصريه وتقييمك وغيره وتفاصيل حابين. الاذاعه المصريه ليا الشرف ان انا جلست امام ميكروفونها، لها كل الشكر والامتنان والعرفان الناس. انا ما كنتش هقعد مع نجوم زيكم الا ان كنت انا من الاذاعه واشتغلت. لا ده احنا اللي قاعدين في حضره حضرتك. انا لفيت الدنيا وشفت ناس، انا سجلت مع نيلسون مانديلا، سجلت مع ياسر عرفات، مع عمر الشريف، مع ناس كتيره جدا مش قادر افتكر طبعا دلوقتي. لكن الاذاعه المصريه هي اللي ربت ثقافه شعب. انا كنت بقول لبنت من بناتنا في الاستراحه دلوقتي ان في الثلاثينات من هذا القرن والاربعينات كان الفلاح في الغيط في الصعيد او في بحري بيقول انا من ضيع في الاوهام عمري، لان الاذاعه كانت بتذيع الجندول الاستاذ علي محمود طه والاستاذ محمد عبد الوهاب. الناس كانت بتسمع طه حسين والعقاد واسمه استاذ فكري فكري باشا اباظه، بتسمع الناس دي. والاذاعه ليها كمان مشاركات في التواريخ، يعني ما هننسى هنا القاهره يعني. لا 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 لا. تواريخ كثيره. الاستاذ احمد سالم هو هل سحرها اتاثر بالتقدم التكنولوجي مؤخرا؟ خالص، تظل الاذاعه والفضائيات وكذا، تظل الاذاعه هي الاذاعه. ولما طلع التلفزيون 60 قالوا الاذاعه هتروح ما راحتش، ولما طلع الفضائيات قالوا الاذاعه هتروح ما راحتش، ولما طلع النت قالوا هتروح ما راحتش، بالعكس النت خد الاذاعه حطها لك على الموبايل. صحيح. طب انا عندي سؤال لو تسمح لي، وعايزه يعني سؤال بمنتهى الصراحه عايزه اجابته من حضرتك، وانا متاكده هتجاوبني. تقييمك لبعض الاذاعيين، انا مش هقول اعلاميين، الاذاعيين او ربما ليسوا اذاعيين ولكن شغالين في الراديو في محطات مختلفه. انا لو اتكلم كمواطن مصري مش هتكلم كاعلامي خالص، انا برى البعض فعلا لا يليق تماما ان هو يجلس امام يعني المايك ويتكلم في محطه مصريه بصراحه. كم التهريج، وحتى لو حاجه لايت بيبقى فيه نوع من الرقي المفروض في المستوى الحديث، والبعض الاخر بصراحه اكثر من رائع. ففي ده وفي ده، بتشوف ده حضرتك ولا لا بصراحه؟ بسمعه وشايف يعني. اه طبعا بسمعه وشايف ان هي تجارب، الافضل هو بس اللي هيستنى كويس، وهو بس اللي هنفتكره زي ما بنفتكر استاذ جلال معوض وبنفتكر كل الناس، مش عايز انسى اسامي يعني، هم اللي فضلوا. والوحش بيمشي. ملاحظ انت كمان ده مش مجرد ملاحظ، انا مترازي باللي انت بتتكلمي يعني اوقات فعلا طبعًا. الواحد بيركب هو في العربيه يعني بيسمع حاجات وعلى فكره وتلفزيونيه بتقول ليه كمان. ليه المستوى ده يعني؟ ليه الطريقه دي في الكلام؟ التسرع في ان المذيع او المذيع يطلع على الهواء على طول. انا فاكر ان انا امتحنت معايير ايه اكتر قدام 11 اذاعي واذاعيه من كبار، امتحنت قدامهم اتدربت على ايد الاستاذ وجدي الحكيم،
على يعني شفت استاذ وجدي حكيم جاب لنا استاذ جلال معوض استاذ عمل فهمي استاذ سعد زغلول نصار الاستاذ صبري سلامه الاستاذ هلال الحديدي. حضرتك لما تدربنا. كنت بتعين يعني فاكره ان احنا لما قعدنا انا والاستاذه فريده الشباشي عشان نعمل البرنامج هيك قعدت تسالنا اسئله وسالتني اسئله كتير وتجربتك قبل كده وخلتنا نقرا حاجه يعني في لازم حاجات بتحصل مش فجاه كده. هو انت ممكن تكوني كبيره جدا في مجالك جدا طبعا واشهر لكن جاي على الراديو خدي جو الراديو خدي خدي. عايز اقول لك اول ماتش حضرته في حياتي الاسماعيلي والانجلبير سنه 70 في استاد القاهره كاس افريقيا ده كان اول ماتش حضرته في حياتي 70 كاس اول كاس افريقيا ناخده انت ما كنتش اتولدت يا كريم لا بعدها بسنتين انا 22 9 72 عموما حضرتك اتولدت يا استاذه هو كان واضح وقال لي عايزك تعجز كل استنى يا عم الحاج الله بعدين انا من غير حاجه منهار وبقول لها العظمه كبرت وهي والله بالعكس هو اللي بيقعد يكبر نفسه هي واضح انت وضحت قلت تاريخ ميلادك قول يا استاذه مش عارفه ليه عمل كده على طول ده حقيقه ده ده مفيش الم ده نطع على طول واقع يا استاذ لا والله انا سعيد جدا بيكم وبشكركم بشكر النادي الاهلي بشكر سياده اللواء مبروك متولي الله يرحمه باشمهندس وليد انا فخور جدا واذا كان من ثمار كل هذا البوست بخلاف الالف طلب صداقه اللي جولي والشير الكتير اللي اتشير اذا ما كانش من كل ده الا اني تواصلت مع الباشمهندس وليد مبروك متولي ده شرف ليا بشكركم جدا بشكرك يا استاذنا يا رب على تواصل هنتقابل في رمضان لازم يعني نتقابل في رمضان أرجو. نورتنا وشرفتنا والحقيقه يعني نسعد بان احنا نلتقي مع حضرتك مره ثانيه ربنا يخليك من الناس اللي دايما عندها قصص جميله ومختلفه ربنا يخليك على حضرتك ربنا يخليك متشكر جدا متشكر فاصل وهنرجع معانا فقرتين زي ما نوهنا انا وكريم وهيكونوا منورين حقيقي يعني ذوي ابطال الهمم هم هنقول ثاني ابطال الهمم فاصل ونرجع